السلام عليكم، مساكم الله بالخير، واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات سؤال وجواب. معاكم دكتور صيدلي عصام شومان. النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن موضوع سألتوني عنه وطلبتوه مني كتير جدا جدا، وهو موضوع التقشير البارد. ان شاء الله رب العالمين النهارده هنتكلم عن كل التفاصيل وكل الاسئله اللي حضراتكم سالتوني عنها بخصوص الموضوع ده. وعشان كده بتشرف جدا ان احنا هنستضيف معانا النهارده للمره الثانيه الاستاذه الدكتوره هويده عمر، مدرس واستشاري الامراض الجلديه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره، منورانا ومشرفانا. اهلا بحضرتك دكتور عصام، متشكره قوي على المقدمه الجميله دي كالعاده، واهلا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة. احنا النهاردة بنتكلم عن موضوع بصراحة دكتورة يعني ما تتصوريش، تقريبا كل يوم بتسأل عنه، موضوع التقشير البارد. فيعني عشان كده هسأل حضرتك اولا، يعني ايه تقشير بارد وليه سموه الاسم ده، وايه الفرق ما بينه وبين التقشير العادي اللي هو التقشير بالاحماض؟ تمام. هو التقشير البارد، كلمة تقشير يعني بيحصل تقشير للطبقات معينة من الجلد. هو عادة التقشير البارد بيشتغل بطريقة سطحية، يعني بيتم تقشير الطبقات السطحية من الجلد. ليه اسمه بارد؟ ده نتيجة لان هو ظهر بعد التقشير الكيميائي المعتاد اللي كنا بنستخدمه، وكان معتاد قوي في جلسات التقشير الكيميائي ان اثناء الجلسة نفسها المريضة او المريض بيحس بحرقان جامد، بلسعة، الجلد يبتدي يحمر قوي، يعني يدي رياكشن او تفاعل للمواد اللي بتتحط عليه اثناء الجلسة. جم بقى عملوا الحاجات اللي بتستخدم في التقشير البارد دي ما بتديش نفس التفاعل والرياكشن ده اثناء الجلسة نفسها، بمعنى ان هو بيبقى الجلد هادي خالص، ما فيش بقى اللسعان الحرقان الجامد قوي ده، لا مجرد حاجات بتتحط على الجلد وبيبقى المريض مستريح خالص، مش حاسس بمشكلة اثناء الجلسة نفسها. فمن هنا جت التسمية. وبالنسبة للفروقات بينه وبين التقشير العادي او الكيميائي اللي هو بيتقال عليه باللغة الدارجة بأحماض الفواكه، وان كانت اصلا احماض الفواكه بتدخل كده كده في النوعين يعني، ولكن فرقه عن التقشير الكيميائي المعتاد، اول نقطة اللي احنا قلناها اللي بيحصل اثناء الجلسة نفسها ومن هنا جه اسمه نوبارد. تاني حاجة التركيب بتاعه، التقشير الكيميائي اللي هو المعتاد بيبقى بتستخدم فيه مركب واحد مثلا وبتركيز تركيز معين بيبقى عالي. التقشير البارد دي انواع من التقشير بيدخل فيها كذا مركب كيميائي في نفس الوقت وتركيزاتهم بتبقى اقل، وبالتالي بيبقى فرصة اقل لحدوث اثار جانبية، وفي نفس الوقت ممكن استفيد اكتر لان انا دخلت اكتر من مادة بتشتغل باكتر من طريقة. تمام يا دكتورة. طب لو ممكن تدينا فكرة كده عن المواد اللي بتكون موجودة في التقشير البارد؟ تمام. التقشير البارد بتدخل فيه تقريبا كل المركبات اللي هي كنا بنعمل بيها التقشير الكيميائي ولسه يعني بيتعمل بيها، وبتدخل معاها كمان حاجات تانية، يعني مثلا يدخل فيه جلايكوليك اسيد، يدخل فيه تراي كلورو اسيتيك اسيد او اللي هو التي سي اي، يدخل فيه ساليسيليك اسيد، كمان الريتينويك اسيد او اللي هي مشتقات فيتامين الف او الريتينول دي كمان بتدخل، المانديليك اسيد، اللاكتيك اسيد، كل دي احماض، ترانكسيمك اسيد اللي هو بتاع التفتيح، ممكن كمان فيتامين سي، كل دي حاجات بتدخل في التقشير البارد، ولكن زي ما قلنا بنسب مختلفه بتركيزات بسيطه بحيث ان هي تنفع تبقى كلها مع بعض، وفي نفس الوقت اشتغل على كذا حاجه في نفس الوقت. يعني معروف مثلا الساليسيليك اسيد بيشتغل على قصه افراز الدهون ان هو لايبوفيليك وبيستهدف قصه افراز الدهون دي، بيساعد قوي في الحبوب والحبوب اللي هي تحت الجلد او الكوميدونز. مركبات تانية مثلا زي تراي كلورو اسيتيك اسيد بتساعد في التصبغات، الجلايكوليك اسيد معروف قوي ان هو في الريجوفينيشن او اللي هو مقاومة علامات التقدم في السن والخطوط الرفيعة، بيعمل هايدريشن وترطيب للجلد. ريتينويك اسيد بيشتغل برضو على كذا نقطة، نقطة الحبوب ونقطة التصبغات ونقطة كمان مقاومة علامات التقدم في السن، فهي ميكس او خليط من المركبات دي كلها مع بعض ولكن بتركيزات قليلة. تمام يا دكتور. طيب يعني أهم بقى فوائد وأهم استخدامات موضوع التقشير البارد ده.
تمام، يعني زي ما قلنا تبقى بشكل اساسي مثلا كجزء من علاج الحبوب حب الشباب، ممكن كمان اثار الحبوب اللي هي التصبغات بوجه عام، اثار الحبوب الغامقه او اثار الحبوب اللي بيبقى لونها احمر، لكن طبعا لو حفر او الندبات دي مش هيبقى كافي فيها ابدا، لان احنا قلنا هو برضو في الاخر تقشير سطحي، فبندخل كجزء من العلاج لو ندبات سطحية ولكن مش العلاج الوحيد. برضو في علاج التصبغات التانية زي النمش زي الكلف يدخل كمان كجزء من العلاج. برضو من الحاجات اللي بتطلب كتير النضارة او الريجوفينيشن، يبقى الوش ابتدى يبقى مطفي او دال فيس نتيجة ان هو تجدد الخلايا، الفترة بتاعة تجدد الخلايا بتزيد مع السن، تعرض للعوامل البيئية المختلفة، تقصير في الترطيب وابتدت تظهر تصبغات، كل ده ممكن يساعد في خالص التقشير البارد. فدي يعني أهم استخدامات ليه أو أكتر حاجات بنستخدمها فيه. تمام، ده يعني ما شاء الله استخدامات كتيرة جدا. طيب هل الموضوع ده هيكون مناسب لأي مكان في الجسم أو في الوجه؟ هو الحقيقة إن ده الميزة اللي بيقدمها التقشير البارد عن التقشير العادي أو الكيميائي، إن هو فعلا بينفع تقريبا في كل أنواع البشرة، يعني بينفع في الجلد الحساس وبينفع كمان في الأماكن الحساسة، ولكن طبعا هنا بنستخدم مثلا أنواع معينة أو طريقة معينة، يعني مش بيبقى زي استخدامه في العادي، ولكن برضه هو بينفع، يعني دي ميزة بيقدمها ان هو نتيجة لان فرصة حدوث مضاعفات منه او اثار جانبية قليلة، وان هو بيشتغل بطريقة سطحية التركيزات قليلة زي ما قلنا، ففي زي معادلة كده بحيث ان ما يحصلش منه التهاب او تفاعل جامد في الجلد وفي نفس الوقت يديني تأثير، فده بيخليه بينفع فعلا في البشرة الحساسة وبينفع في الاماكن الحساسة، بينفع تقريبا في كل انواع الجلد. حتى لو منطقة مثلا زي منطقة الاي كونتور، منطقة مدار العين ينفع برضو فيها؟ ممكن ولكن بيبقى مثلا هو بيتحط مثلا عدد ساعات معين في منطقة زي دي، هيتحط عدد ساعات اقل. ممكن لو انا النوع الكيت نفسها اللي هي بتبقى على كذا مرحلة، ده هيتعمل منه مرحلة منهم مش ال3 مراحل. تمام يا دكتور. طب بما اننا اتكلمنا بقى على موضوع الساعات والكلام ده، فاحنا عاوزين نعرف برضو من حضرتك طريقة الجلسة بتكون ازاي، طريقة عمل الجلسة نفسها بتكون ازاي. تمام، هو الجلسة هتفرق شوية برضو حسب نوع الكتل، يعني هو أنواع كتيرة طبعا، شركات مختلفة بتطلعه، بس هي في الآخر كله بيبقى نفس المبدأ اللي اتكلمنا فيه ونفس الأحماض اللي بنتحرك فيها والمركبات اللي اتكلمنا عليها، ولكن بوجه عام في نوعين أساسيين، يا إما الكتس اللي هي بتبقى على 3 مراحل، بيبقى حاجة اسمها لايت وبعد كده فورت وبعد كده الماسك. اللايت بيل اللي هو هتبقى المرحلة الأولانية بنحط كوت أو 2، وبعد كده الفورت بيل اللي هو المرحلة اللي بعدها. الفرق بينهم تركيز المواد، يعني اللايت بتبقى تركيزات قليلة للمركبات كلها، الفورت تركيزات أعلى شوية، وبعد كده بيتحط الماسك، والماسك ده بقى هو اللي بيفضل على الوش فترة طويلة، بمعنى عدد ساعات يعني كبير، ممكن من أول 4 لحد 12 ساعة حسب نوع البيل وحسب نوع البشرة وحسب أنا بستخدمه لإيه، لكن هو ده الطريقة بوجه عام. في أنواع تانية الماسك بس، يعني أنا خلاص بحط هو الماسك ده، بعد طبعا ما بقيم هي هياخد انهي نوع هينفع ليه وهستعمله على الوش، وبعد كده هفهم العيان ان هو يغسله بعد مثلا 6 ساعات او 8 ساعات حسب الكده. بس ده الطريقة الأساسية في استخدامه يعني. تمام. طيب يعني عادة التحسن بيبدأ في خلال قد ايه يا دكتور؟ بيبدأ يعني هل جلسة واحدة بتكون كفاية ولا بنحتاج عدد من الجلسات، والفرق او المسافة ما بين الجلسة والتانية المفروض يكون قد ايه؟ تمام، هو الفرق ممكن يبقى 2 أسبوع وممكن يبقى اكتر عادي، بس هو من اول 2 أسبوع اقدر اكرره تاني. بالنسبة لعدد الجلسات ده هيختلف خالص حسب انا بتعامل مع ايه، يعني انا بعالج ايه اصلا. يعني مثلا احنا قلنا ان من اكتر الحاجات بتيجي الحالات بتاعت ريجوفينيشن او اللي عايزة نضارة، طب خلاص ما هي دي ممكن عندها مناسبة بعد شوية فهتعمل جلسة وخلاص، يعني ممكن تيجي بعد كده بعد 4 شهور 6 شهور عايزة تعمل واحدة تاني، دي نقطة.
نقطة تاني، لا ده انا مثلا مدخلاه كجزء من علاج التصبغات او في كلف مثلا، لا ده انا هنا ممكن اعمل من 4 لحد ان شاء الله 8 جلسات، ويبقى في الوسط العيانة بتستعمل العلاج الموضعي بتاعها وبتعمل كل الاحتياطات بتاعتها. إيه ممكن يدخل كجزء من علاج الحبوب؟ طب انا باخد ايه مع العلاج؟ في حاجات معينة مش هتنفع، يعني مثلا انا ممكن ادخله كجزء من علاج الحبوب ومعاه علاج موضعي، بيبقى في مثلا لو العيان بياخد جرعة بسيطة من الايزوتريتينوين بعد شوية ابتدت الجرعة تعلى مش هينفع استعمله إيه تاني خلاص. فهي هتبقى هتختلف من حالة للتانية وحسب كمان انا بعالج ايه وشدة الحاجة اللي انا بعالجها. تمام يا دكتوره. طيب يعني موضوع التقشير البارد ده هو اسمه تقشير بارد، ويعني ممكن يبقى لطيف ومناسب لكل مكان والكلام ده كله، لكن هل برضه ممكن يبقى له اثار جانبيه؟ وهل في محاذير استخدام بالذات مثلا للحوامل والمرضعات والكلام ده، ولا عادي ممكن امن واي حد يقدر يستخدمه؟ إيه لا طبعا هو مش اي حد يقدر يستخدمه. إيه اي حاجة بنعملها بيبقى في ناس معينة مش هينفع يستخدموها. إيه التقشير البارد لا مش كل الناس هتقدر تستخدمه، بمعنى ان في مثلا عيان زي ما قلنا حد مثلا بياخد جرعة كبيرة من الدواء بتاع حبل الشباب اللي هو إيه النيتلوك او الايزوتريتينوين، إيه مثلا الحوامل مش هينفع ادخلها حاجة فيها مادة المشتقات فيتامين الف الريتينويك اسيد ولا حتى الساليسيليك اسيد بالتركيزات الكبيرة ولا الترايكلورو اسيتيك اسيد، انا هنا ممكن اعمل لها تقشير عادي مثلا بالجلايكوليك اسيد وخلاص، لا ده هيبقى مناسب ليها. فدي حاله ممكن عيانين اللي هم بنقول عليهم عندهم unrealistic expectations، مش عندهم توقعات عاليه قوي من حاجه انا عارفه ان هي مش هتوصل للكلام ده، فمن الاول بريح نفسي خلاص ومش هعملها. ودي يمكن دايما بتبقى داخله معانا في الحاجات التجميليه يعني النقطه دي. ممكن في امراض جلديه معينه ما ينفعش معاها التقشير البارد ولا حتى اي نوع من التقشير. في انواع بشره ممكن اصلا مثلا لو البشره جافه وحساسه ومش عامله اي ترطيب ويعني سايبه نفسها خالص طول الفتره اللي فاتت، مش هقدر دلوقتي على طول ابتدي، هحضرها الاول فتره وبعد كده هبتدي معاها بالتقشير، يعني مش هقدر في نفس اليوم اعمله. فهو لا هو ليه محاذير وليه احتياطات بناخد بالنا منها ومش كل الناس لا تقدر تعمله. طب معلش يا دكتورة، بالنسبة للمرضعات والله حضرتك هي الفكرة الأساسية في المرضعات احنا بنعاملهم معاملة الحوامل لسبب بسيط، ان هي ما بيبقاش اتعمل عليهم الدراسات الكافية اللي تقول انا هينفع اعمل الحاجة دي ولا لا، فبيتاخدوا مع الحوامل في نفس الكاتيجوري يعني او نفس التقسيمة، بس هو يعني على الاقل مش هينفع نستخدم معاهم مشتقات فيتامين الف، دي اكيد ان انا مش هستخدمها، لكن زي ما قلت في مواد تانية بتبقى امنة او تركيزات بسيطة بقدر ادخلها. تمام. معلش انا ركزت على النقطه دي، لان طبعا حضرتك عارفه مشكله الملازمه وكلف الحمل والكلام ده كله، فممكن بعد الولاده السيده يعني بتبقى محتاجه ان هي تستخدم الحاجات دي، فعشان كده يعني ركزت عليها وسالت حضرتك عليه. طيب يعني موضوع بقى اللي انا سالت عليه كتير جدا، ويمكن اكتر سؤال الناس سالته، هل الجلسات التقشير البارد دي لازم تتعمل في العياده، ولا هي سهله وبسيطه ممكن الست تعملها في البيت عادي مفيش مشكله؟ هو طبعا لا هي لازم تتعمل في العياده لاسباب كتيره، يعني انا اول نقطه اتكلمنا فيها اوريدي ان انا اصلا الحاله عندها ايه، ايه المشكله اللي عندها وبالتالي هختار ايه مناسب ليها، يعني حاله بتحتاج تتقيم ونشوف ايه المناسب، ما هي كتس كتيره وانواع كتيره والانواع البشره اللي قدامي انواع مختلفه من الجلد، درجات اللون بتاعه البشره هتختلف في التفاعل بتاعها للمواد اللي انا بحطها، نوع البشره نفسها دهنيه ولا جافه، كل دي نقط هتختلف يعني وهتحدد وهتفرق معايا في اختيار انا هشتغل ازاي. فدي اول نقطه. تاني نقطه الاستعمال نفسه ممكن الدكتور يعني يغير او يعدل على الطريقه الاصليه، يعني هي في طريقه فعلا، ولكن انا ممكن مثلا قدامي بشره انا حاسه ان دي او شايفه ان هي عرضه جدا للتصبغ او ممكن يحصل لها اثار جانبيه، يبقى انا ممكن بدل ما انا بقول في العادي لا هنغسل بعد مثلا 8 ساعات لا انت اغسلي بعد 4 ساعات، يبقى اذا انا ممكن التعامل يختلف من حاله للتانيه، ممكن برضو الطريقه تتغير شويه. في كمان
كمان نقطة مهمة، السعر. يعني هي الكيتس أو الأنواع الكويسة بتبقى أسعارها غالية، فأنا عشان أجيب حاجة بمبلغ وقدره في البيت وأنا لا أنا متأكدة إن هي المناسبة ليا، ولا أنا الله أعلم هستعملها بالطريقة المظبوطة ولا لأ، هل هستعمل الحاجات المظبوطة بعديها وقبليها ولا لأ، انا اصلا دفعت المبلغ كله وجبتها وممكن ابقى جلستين اللي محتاجاهم وخلاص، طب ما انا كان ممكن اوفر باقي ثمنها. لكن هي في العيادة بتتوزع على يعني هي بتبقى كيت كبيرة، بس انا هاجي على كذا مرة هدفع في كل جلسة جزء، فهي من ناحية برضو الاقتصادية منطقي اكتر ان انا اروح واستفيد، يعني حتى عشان استفيد وابقى دافع فلوس هستفيد من قيمتها. يعني تمام، لان حضرتك متصوريش الناس يعني بتسأل كتير جدا على ان احنا اذا كان ينفع نعملها في البيت ولا لا. طيب يعني سؤال فرعي كده معلش، طيب يعني الست لو حبت تعمل تأشير في البيت ينفع تعمل حاجة ولا ما ينفعش تعمل اي تأشير في البيت خالص؟ يعني لازم يبقى في العيادة بس، مش لا لازم هو تأشير في بارد، اي نوع تأشير تاني؟ لا اي نوع تاني، في حاجات بتبقى بسيطة للاستعمال المنزلي، يعني لا ده ممكن يتعمل، ولكن طبعا بيبقى عندنا محاذير واحتياطات كتيرة قوي زي اللي هنقولها برضو في التأشير بارد. يعني هي عموما التأشير بوجه عام يهمني ان انا بشرتي نفسها ابقى مهتمة بيها كبشرة من ناحية الترطيب، جلدي يبقى مترطب، ما جيش على بشرة جافة قوي واروح حاطة مواد تأشير هتعمل حساسية جامدة. ابقى مهتمة ان انا بستعمل كريمات الوقاية من الشمس، استعمل المقشر نفسه بطريقه مظبوطه، يعني مثلا من الحاجات المشهوره قوي اللي هو بتاع ذا اورديناري اللي هو فيه ساليسيليك اسيد وجلايكوليك اسيد، بنات كتير قوي مشترياه في البيت مفيش مشكله، بس نستعمله مظبوط، يعني هو ماكسيمم 10 دقائق وزي ما قلنا. وعلى فكره مثلا زي ده مش هينفع في البشره الحساسه، ما فعلا ممكن جدا وانا شفت حاجات حصل لها اثار جانبيه جامده. بلتزم بالمده وبعد كده بغسله، برطب الجلد كويس قوي، بهتم ان انا ابعد عن الشمس. فهي في حاجات بتبقى بتركيزات بسيطة، منتجات موثوق فيها ومعروفة وخلاص، بس بنعمل كل الاحتياطات. تمام، احنا ان شاء الله رب العالمين يعني عاوز اخد وعد من حضرتك اللي احنا نعمل حلقة مخصوص لموضوع التأشير في البيت ده، نتكلم بقى فيها بالتفصيل عن كل حاجة، يعني برضو بحيث ان الستات اللي ممكن ما يبقاش عندهم القدرة ان هم يروح انها تروح للعيادة لسبب او لاخر، يعني فممكن برضو اللي احنا نقول لها ازاي ممكن تعمل تأشير في البيت وفعلا تستفيد منه بشكل آمن وبشكل صحيح بدون ما يسبب لها اي مشاكل. فان شاء الله ده يكون موضوع حلقة تانية باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب موضوع التأشير البارد زي ما حضرتك عارفة يا دكتورة يعني في انواع كتيرة جدا، ديرما ميلان، كوزميلان، سايمل، ميلاديب، ريتيبيل، يعني براندات واسماء كتيرة جدا، وده برضو من اكتر الاسئلة اللي انا اتسألت عنها. الفرق بين الانواع دي يا دكتورة؟ تمام، هو زي ما حضرتك قلت هي براندز مش اكتر، يعني شركات كل شركة مصنعة باسمها منتج، هي في الاخر كله بيدور حوالين نفس المركبات اللي اتكلمنا فيها وبنسب وتركيزات مختلفة. فهي يعني فرق، يعني شركات مصنعة فمدية اسماء مختلفة، لكن في الاخر هو نفس المبدأ وتقريبا نفس المركبات فيهم كلهم، وهتلاقي كل دكتور مستريح مثلا على نوعين كده بيبدل فيهم بيستعملهم، شايف ان ده بيجيب معاه نتائج احسن في التصبغات، ده احسن في الريجوفينيشن، خلاص بيستعملهم، ومثلا التكلفة على العيان معقولة خلاص اوكي. لكن هي مش مفيش فروقات كبيرة قوي بين الانواع، في انواع مثلا مع استعمالها لا دي مش مؤثرة قوي، يعني دي حتى في ناس بتروح تشتري حاجات في البيت وبتبقى اسعارها رخيصة قوي، هي دي ما هيش حاجات فعالة قوي يعني. بس لكن بوجه عام هما زي ما قلنا يعني نفس تقريبا المركبات بنسب مختلفة واختلاف شركات مش اكتر. طب بالنسبة حضرتك لنصايح ومحاذير بقى سواء قبل أو بعد الجلسات، خاصة موضوع ليزر إزالة الشعر ده برضو من أكتر الحاجات اللي بنتسأل عنها، إن السيدة مثلا تبقى عاملة جلسة ليزر إزالة شعر فالمفروض تستنى قد إيه سواء قبل أو بعد الجلسة عشان تقدر تعمل جلسة تأشير؟ تمام، هو ليزر ازاله الشعر بنقول دايما اسبوعين، يعني بنفس أسبوعين. الاسبوعين بين أسبوعين. الجلسه، بنفس اسبوعين بين الجلسه وبين جلسه التقشير دي، لو ده بالذات يعني.
بالنسبه بوجه عام بقى باقي المحاذير، انا عملت الجلسه زي ما قلنا العادي، او دي ميزه اصلا في التقشير بارد ان هو مش بيحتاج تحضير قبله، ولكن في حالات ممكن زي ما وضحنا تحتاج شويه تحضير. يعني انا بشوف لا ده انا محتاجه هنا ان انا اركز جامد قوي في الترطيب فتره حلوه والوقايه من الشمس وكده وبعدين اشتغل، او حاله تصبغات وجامده قوي فانا ايه لا عايزه احضرها بمركبات بتاعه التفتيح فتره وبعد كده اجيبها ابتدي اشتغل فيها عشان تديني نتيجه احسن. ده بالنسبة قبل الجلسة. أثناء الجلسة احنا شرحنا اللي بيحصل، بس نقطة مهمة ان احنا بننظف الجلد كويس قوي قبل ما نحط الحاجات اللي احنا قلناها، نعمل حاجة اسمها دي جريزنج او نتخلص من كل الدهون وبننظف الجلد كويس قوي وبعد كده نشتغل. بعد الجلسة مهم جدا 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 الترطيب، ترطيب بانتظام، وبنفضل المنتجات اللي هي بيبقى فيها حاجات بتساعد على الالتئام برضو، وبنرطب كتير قوي اثناء اليوم. القشره لما بتتكون ما بنلعبش فيها نهائي نهائي، ما حدش يمسك القشره يحاول يسحبها او يقشرها. مهم طبعا جدا ان احنا اول يوم يومين مش هنستخدم صابون اصلا ولا معطرات على الوش، ممكن جنتل كلينسر، وبعد كده لما هنبتدي بقى ننزل في الشمس لازم طبعا بنستعمل الصن سكرين او الكريم بتاع الوقايه من الشمس. تمام يا دكتورة. دكتورة هويدا، أنا بشكر حضرتك جدا جدا على اللقاء المميز ده. يعني أعتقد إن احنا كده غطينا كل النقاط الخاصة بالتقشير البارد، اللي فعلا يعني عليه كم أسئلة وكم استفسارات كبيرة جدا من المتابعين. بشكر حضرتك جدا الأستاذة الدكتورة هويدا عمر، مدرس واستشاري الأمراض الجلدية، وإن شاء الله على وعد بلقاء تاني قريبا إن شاء الله يا دكتور. متشكرة قوي الدكتور عصام، متشكرة جدا لحضرتك وميرسي جدا على اللقاء الجميل ده، وبإذن الله نتقابل مرة كمان. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة، وشكرا للمتابعين. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجاية بإذن الله. وطبعا أكيد كمان تعملوا متابعة لكل حسابات دكتورة هويدا عمر، هتلاقوها ظاهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة، وأكيد كانت ظهرت كمان في بداية الفيديو. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله. في أمان الله.